نتواصل بالمحبة نتواصل عالخير الحكي بيضل وبنعطيك الخلاصة يابا وبنعطيك الخلاصة الأشياء موجودة. وين بيكن باودر؟ بيكن باودر يا شباب، بيكن باودر يا مرتي. وين مرتي؟ طالعة عند صاحباتها وخلت لي المطبخ وأنا ما بعرف أشياء كثير يا شباب. طيب الطحين كمان، لا هذا سكر. والله يا شباب لا تأخذوني يا أخوان، كنت بدي أعمل لكم اليوم كب كيك خرافي. طب شو طلع معك؟ ولا الحمد لله ولا إشي، نص المكونات مش عارف وين مكانها بصراحة، لأنه أنت كيك، أنت كده حالك كيك يا عصوم. أشكرك بس بصراحة برضو لفاجأة شو استفدت يعني إذا خليني أحكي مع وليد بياكل معلم. إيش بقى بدك إيش؟ you help me how في وين الطحين؟ طيب خلينا نحكي مع وليد. ألو لحظة شوي دقيقة كلك تاكل. ألو بابا وليد كيفك؟ اسمع وانت مروح من الجامعة طريقك بس هيك شوية كب كيك خفيف خفيف للشباب، عندنا يعني شباب ضيوف. لا كم حبة هيك خفيف مع الشاي، لانه شايت مرتبات عم شايت غير شكل. كب كيك كنت بدي اعمل والله بالبيت بس مش عارف وين المكونات وماما طالعة. ضبطت صح؟ يا حبيبي لا تطول، لحسن الشباب يروحوا. يلا بالله حبيبي دير بالك. الله معك. هلا ابو خالد الله معك. مع السلامة مع السلامة. يس بابا. لا هون والله ما في بابا، في هون فلفل اسمر ملح. جرب جرب لما يزبط. لا 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 ما في. خلاص حكينا لوليد، تعال حكينا له قلنا له ايش اضحك. يلا تعال. السكر هاي كمان الاشياء موجود، بعض الاشياء اشياء لا. اهلا وسهلا بالشباب. هلا بالحاج. البيت بيتكم والله، شرفتوا. كيف صحتكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير والله تمام. لا تاخذونا بس كنت بدي اعمل لكم هاي المفاجاه. نعم لاني عندي لبسات سحريه بالشوكولاتات والحلويات والاشياء هاي. انا اشهد حج. بس المشكله وين؟ اني بالمطبخ ما بعرف اشي الحمد لله عن الاغراض والمكونات وال دائما متكل على امر وليد صح؟ يعني مش هيك، توزيع ادوار بسموه. انا باخذ دور الاكل باكل، هي دور الطبيخ تطبخ مثلا. احلى دور توزيع ادوار معلم. بس بتتعب انت لما تاكل؟ بتعب طبعا، لانه الاكل شهي وما خليش ولا شيء. مجهود كبير عرفت؟ كل اسف يعني طبعا. Why? For what? To be fat. To be fat? To be fit. والله غير المود، حطه على العربي. No, come on. فات يعني دهون فات رشيق. كيف يمكن تو لوز فات ميبي يس، لانه تو فات يعني تخين. If you didn't get fat and you'll be like this with a big tummy. لا ما بقدر ترجم لك صراحه. والله غير المود. Just stronger at hitting with your hand. على فكره اوكي، you entered us into the wall. وقتنا بالحيط. اوكي 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 برو حبيبي. اسمع انت كثير حبيبي وانا كثير بحبك صح؟ يعني انت يعني اصحاب ولا لا احنا؟ الله يستر. انا عارف هاي البدايه. نعم حبيبك انا. قول لي قول لي قول لي بس بدي اسمع هيك شغله نص دقيقه. دقيقه يعني دقيقه كثير دقيقه بس بدي اتصل تليفون. اتصل مين ماسكك؟ اسمع مكالمه ضروريه بس بدي من عندك. لو ما عندي رصيد. ما عندي رصيد هاي. وانا كمان ما عندي. انا عندي رصيد بس الشبكه ضعيفه عندي. في ضروري يعني بس نص دقيقه. اسمعي دقيقه ماكسي نص دقيقه تبعيدك. والله بعرفها يا عسري عسري. في ضروري جدا فعلا. والله كثير ضروري يا سيدي. اوكي انا والله ما لي علاقه بيه. انا ما بتحمل مسؤوليتي لانه بصراحه بس انه
لا لا لانه هالقصص هاي يعني معروفه بتصير. انا مرات بيصير يعني الو هلا في بحتاج الواحد مرات يقول له يتصل بالضروره بتصير بالضبط بنخلص التليفون بخلص الشحن تصطف يعني بس في التليفون يعني حتى غير اشياء ثانيه كثير يعني صراحه شو اخبارك انت المهم فاتوره ولا شو اسمه ايش فاتوره ولا تعبئه بتعبي ولا فاتوره والله يعني طيب يمكن احتاج الموضوع يعني اللي بياخذ تليفونك ممكن يحكي ساعتين ثلاثه ما يفصل عن الخط اكيد ما بتفرق معنا بس في احيانا شغلات ضروريه بس احيانا في ناس معينه معلم شو مره بهالعمر براء برضو انت لا تكون بخيل يا براء يا حبيبي لا تكون بخيل كمان مش على البخل معلم بس هو هذا هاي صلبطه اسمها خلص تمام صلبطه هاي طلع له نص دقيقه بكره بس انا سخن عادي شو لا عادي بس فهمت علي كيف انا مش حاسس احكي شيء مفيد انا بحاول اركز معكم بس عم حاسس انه مفيد او غير مفيد قال لك نص دقيقه او بضوح حنك كمان حصوم يلا دقيقة بس يلا هاي دقيقة معروفة والله حلو ومع مين بحكي مع مين بحكي ما بعرف ما تلاقي واحد صاحبه ما في شيء مهم قاله ضروري ضروري بس عرفتي والمشكلة اسمها الصلبطة مشكلتها بتعرف شو انه ثلاث ارباعها ممكن يكون كذب تفضل بدك كنت وصلت الكيك عصام حبيبي خليه بس دقيقة اوكي اسمع بس بدي اطلب عشاء بس اطلب عشاء مين هاد مين هاد ماشي احب احكي معك مين هاد يلا اللي بيحكي معك عصومة شوي مع السلامه باي باي والله عافيه عليك برو والله تحيه لك يا برو شو عم شو انت وين قاعد الزلمه شو شوي هاي اسمه صلبط عمي شو تصلبط على الزلمه قاعد يعني امبارح صلبط جي رسمي قلت له نص دقيقه انت وهي حضر جنابك صار لك 10 دقائق تحكي معه بس مش حلوه هيك عرفت كيف ترى لعلمك انا ما بدي احكي بش احكي حدا بدار ظهره بحب احكي بوجهه حلو احكي وعصومي لعبه الصلبطه جد باشياء كثير يعني بدك عادي ممكن تلاقي يعني اذا بده شاف شغله معينه عجبته والله مرتبه والله شكلك بدك تعطيني اياها هديه مرات من هالقصص هاي عرفتها عصومي لك هاللون هذا اف هاي قدام عيونك شو عمل فيك هلا قال لك بده نص دقيقه وشي ضروري اخر شيء بده 10 زلمه يطلع يشم هوا ما بعرف شو اعطيه وصفه الكيك بحكي له طلع تفضل يعني تفضل طبعا برصيد وحكي يا زلمه يا زلمه انت ما بتعرف الصلبجيه ما بكونش مع رصيد بالرصيد يعني لا لو ما معه مضطر ما عندك مشكله بس في ناس انا بقول ما بقول عن الناس اللي بتضطر في ناس مضطره فعلا بيكون جاي من سفر من كذا بالشارع خلص رصيده وضاع موبايله وصار معه ظرف طارئ بصير صح 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 بس مبين الشاب عم بقول لك نص دقيقه كيف حتى اللي بياخذ تليفونه بيحكي مع واحد بقول له انا صار معي كذا كذا وانا في المكان الفلاني كذا على فرض فعلا دقيقه ماكسيمم بيخلص صح الاخ هون سحب هيو وشو اسمه يا حج بالتليفون بكذا موضوع مش بلاوي صلبطه انا كنت صغير الموضوع ايوه كنت يعني مصروفي شوي اعلى من اصدقائي شوي صغيره فكنت كل ما اشتري شيبس او بفك او عصير كذا تلاقي واحد جايني ايده معي قبلي حتى ضل بياكل حتى بيخلص نص الشيبس اكثر مني انا كنت صغير يعني ما افهم انه بالضبط ما اقدر اقول لا كمان فراح نص الشيبس معي وبعدين بيخلي لي شوي من العصير فانا بتلاقيني ايه مزبوط صح لو مره او مثلا جوعان او مشتهي معي راسي تفضل كذا بس دائما 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 هي المشكله تعرف كنت احب البندوره وانا صغير كلنا بنحب البندوره نحن احنا اصلا اول اغنيه الجرافيك اشتغلناها على اساس البندوره ايش هي انا البندوره الحمراء مزروعه بين اعطينا اعطينا انا البندوره الحمراء مزروعه بين الخضره تاكل مني لا تشبع وتصير خدودي حمراء يلا ياد يلا جاد يلا انا البندوره الحمراء مزروعه بين الخضره انا البندوره الحمراء مزروعه بين الخضره تاكل مني لا تشبع وتصير خدودي حمراء وتصير خدودي حمراء برافو حلو والله كيف بس هاي عمرها 11 سنه اغنيه عريقه هاي اكثر اغنيه حلوه نعم يا اياد حط على المود العربي ممكن حدا يشغل له على العربي ويقسم لك انه مش حيكون زي عصومي يفتح كثير نشوف نموذج غير صلبطجي كم بدك اياها كم بدك الوقت عرفت كيف it can be 1 minute 1 minute اوكي can make it 3 hours خفيف خفيف 3 minute I can make it 4 minutes 4 minutes no how about your 3 half 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 minute can you make it 50 yes. seconds Okay. Why? 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 Why you want to take it?
I think because my friend he send his numbers to your phone by accident. Okay. 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 Do you want to talk to him to tell him what? ايش في يا جماعه؟ What do you want to tell him? هذا ممكن يكون سمول صلبجي. Just give it to me. Just I want to know what do you want. Dad. Do you want to tell him your friend? اعطيه ضلش annoying. I just want to know. I just want to know what you want to tell him. Give me back. Not back. The back him. To you. Okay, تفضل. ايوه طبعا انا لاني مش فاهم كثير عليهم فبضلني مبلم هيك انت بتقول اوكي سندويش ها ايه وذ يور مايك تيك يور مايك الو ماشي يا حب بحكي وات يو وان ها انت متصل على فكره انت قرقر واجد شنو يبي لا لا انت هي يور فريند يور فريند هذا نو ذيرز انذر فريند انذر فريند في واحد ثاني انذر كانتري كمان اوكي هذا كانتري اوكي Yes, تفضل. تفضل يا خالي. Buddy, I'm making video. طب انت يعني why you are calling me? خليه ثاني اسمع، بحكي مع صاحبه اذا لا تقطعه. اه اوكي. I don't care. حطلع كل كلمات انجليزي حافظها، اوكي ماشي. ضل هيك. انا بحكي لك والله. Just stop. شغال اذا. افكر هذا مش انا. I'll call you after the video. Bye. دقيقة هذا. يا برافو عليك جاد. يا مو صلبطجي. صح. آه. جاد بتكون صلبطجي مرة صح؟ بتصلبط على بتحكي مثلا مع بالبلاي ستيشن. شو اسمه؟ بالبلاي ستيشن كيف بتكون صلبطجي؟ قول لنا. طبعا حدا طبعا وين حد سألني عن جنى صح؟ اه صح وين جنى؟ اه جنى جنى جنى. والله ابوي حاس حالي انه في حدا جنى little bit sick. What? Little bit sick. No. She lying, man. She went with me. Ah? With my auntie. No, راح مع أولاد. With our family. Ah, yes. Where? بصراحة لأنه ويكند وكذا قالت بدي أستأذن أنا راح أروح مع العائلة وإذا بخلص بكير بلحقكم أنا عارف كيف. سلام سلام إن شاء الله. فقالت لي شو اسمه اتصلت معي للأمانة قالت لي على خليهم وصلوني على هذا قلت لها لا. جنى. مبسوطة أنتي قالت لي تسمح لي عرفتي قالت لي عادي ما في ازعاج قلت لها يلا خذي راحتك دللي اليوم نستفدها وليتي الحبيبه عرفتي بتسلم عليكم يلا الله يسلمها يا رب ف ها شوف هي اياد الاصغر منك حكى بده يحكي نص دقيقه وحكى نص دقيقه واحترم نفسه عرفتي صح انت خلصت لي رصيد مش هيك صلبطه فهمت شلون او جاد لما بيجي بتصلبط على اياد ها. انت ليه ولا عيونك هيك ايش بدك؟ مكانه صغير. I think he's feeling bored. لا انا بس لانه تليفوني مكسور ما حكيت لك بدي اسال. ايش ابو الوليد تليفونك انا مو اليوم كلها صار بطل يا معلم. انا حكيت منه قبل شوي. احكي منه قبل شوي. لا بس ثاني ثاني. بدك اليوم بدي اشتغل على الانجليزي حول على العربي معلم. شغله ضرورية. اه نغني كمان يعني ولا ايش؟ مراد بدك خلص. عشان ما نحكي لا محتاج احكي مع بنتي ضروري بدي احكي شغله بدي احكي لها. تضمن مراد؟ انا والله ما بضمن لانه عالم الايام هذه ما اكثر احكي لك على انا مش زي اللي كان يصلبط علي البندوره وانا صغير انا عارف اسمع نعم ثاني بس ما اكثر لكنهم صلبطجي انت حر ما لي علاقه بشيء انا شخصيا شو تعريف الصلبطجي يا ابو الوليد الصلبطجي اصلا ما اعرف شو اصل الكلمه بصراحه صلبطي وصلبطه فهو صلبطي صلبطه صلبطه والله هي كلمه عاميه منها كلمه عاميه غالبا طبعا بس انا قصدي يعني المستغل مثلا ايوه او بيستغلالي او طماع مش مو بالقوه ويت بيحكوا بابا عم يحكوا بليز المهم مش غصب عنك بس انه بخاجله شو كمان ايوه انه بخي بخجلك ايوه والله وفي في حديث ما بعرف صحيح او اللي هو ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام فهو حرام جاد نعم. عندي مسلم عليك انت عليك يا صاحبه مستحي مثلا انه والله اعطيني هذاك بيقول لك لا ما فيني بيقول لك لا كذا طيب. اعطيته اياه اذا اخذه لا ما بصير فهو شيء حرام خدي سمعت انه هيك وسمعت ما اخذ بالسيف الحياه اعطيني صباح احكي معها فالنار اولاده دقيقه بس عشان حكيت مع سما لازم احكي مع صبر بس اصبر ولا بدي احكي بعدين مع حيروح احكي مع الثاني عندكم نفس الثاني عندي لا خلص خلص ثاني نفس انا بجيب لك ان شاء الله صبر جي عندهم الثاني دقيقه فحصل معك نفس لما معك كمان هل كان تحكي هل كان تحكي غرض بده 20 30 دينار بس خفيف خفيف جزداني بال ها معي والله في كمان خلص حبيبي عندك سيارة خالد هاي عمو بدها تسلم عليك بس ثاني يلا اوكي لا تطول على صبوش كيفك اوكي هلا يا عيوني الرو
بدي 5 دقائق لانه مش شايل انا بدك اليوم. خلاص راح اجيب لك لعبه، ما معي مصاري لاخذ من عمو برا. خلاص هاي كمان بدي اخذ منك عشان لا ما هو عم ما هو بابا كمان سيارته خربت وانا سيارتي مع وليد عرفتي راح على الجامعه فدقيقه شوي ابو البر بدنا بس نفتح سيارتك بس لان مشوار صغير علينا. طب حروح اجيبه 20 دينار حبيبي ايش خلص خلي التليفون المهم التليفون مفتوح شوف تحت سياره. طب السياره بدك تليفون التليفون صح خلاص عم خذي خذي احكي مع بابا خذي خذي هي انا باخذ السيارات على البراء وبدك 20 دينار هلا كمان تشيلها لعبه خفيف خفيف بابا لا بابا عشان بس التليفون لعمو برا ما بدنا نطول عليه ما عندي ساعه بس ساعه كشف هو كيف خش بعض ما بدنا نطول عليه ما بدنا نطول عليه شو بدك على صومي بسلم عليك جاد واياد خلص وصل ان شاء الله ايش انا ما بسلم عليها شو بدها خلص طب خلص احكي لها اوكي احكي لها اوكي ايش في يا جماعه ولا شيء الان تقريبا كل العيله شكرا شكرا بابا يلا اسفين برا اسلم عليها بس على السريع شكرا سكرت الحمد لله والله كنت اسلم عليها ما طولنا عليك معلش برا بس تلفوني مفصول بس لحظة بس بدي سيارتك انا عشان اطلع مع ابو شريف بدنا نجيب كم لعبة للبنات بس شيء كم صارت فاتورة على التليفون عرفت كم الفاتورة لا اكيد شيء بسيط اكيد يعني ما اتوقع تجاوزت 200 دينار هسا انت عشان حكيت منك 10 دقائق لا ما هو كم صلبطجي قبلك كم صلبطجي راي بعدك كمان عرفت كيف في الغالب هي زي ما حكيت لك هو الشخص الاستغلالي بصراحه شخصيه كريهه انا بعتبرها استغلال صح يا اياد الصلبطجه هي استغلال الاستغلال بصراحه وفي ناس على فكره تصبح عندهم مثل المرض بعد فتره عرفت خلاص يعني ممكن يكون مش محتاج على فكره ابدا ابدا مش ضروري يعني وتلاقيه فعلا اصبح فيه عاده فيه مرض. يعني مرض عرفت كيف هي مش صلبطه صلبطه قبل القصه يا زلمه والله طول وليد والله بدنا ناكل شيء نشرب شيء جاي عصوم صح صح صب لنا شاي بلكي قبل ما يجي الكب كيك خاف تاخر امين سبحان الله ابن حلال مصفى يا سبحان الله ها افتح افتح هلا والله هلا والله هلا وخالد اخيرا واخيرا شكرا شكرا يا اياد اجى الكيك هلا 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 ابو خالد هلا والله حياك الله ايوه هلا انت اسران ولا انت طولان لا انت طولان والله نفس اللون لانه الاميس وكذا فكرك بريق عرفت اعطيه الصحن ابو خالد هاي جبنا له طاقيه جديده ياد وجهه المطبخ اسمه عمي عمي اخونا ابو خالد ما بيلبس اي شيء صحيح بيلبس الاشي شوف هاللون هذا ايش هو اخضر هذا سماوي تركوازي سماوي انا بصراحه سكر ما باكله كثير هذا مش سكر هذا كيك فبدي حدا يشاركني فيها هيك لون اخضر يلا شباب اللي ما بده ياكل واحده كامله يشاركني بهاي انا بدي اكل هذا انا ما فيني لانه اياد جاد شكرا بابا اياد تاكل كيك بابا جاد الله جاد مغرات صينيه الحمد لله عصومي تقريبا كب نص الشاي ضل نص الثاني طيب ايوه بلش الشاب ايه جاي متحمس وليد بيطبخ جاي متحمس طب نحكي على الصلبطجيه بدك تحكي لاني بعديها بنحكي على الصلبطجي وين وقد ايه انه الواحد بصراحه بيصادف بحياته كثير ناس بيقولوا بصراحه عاد والله انا عندي اصحاب صلبطجيه عن جد وطب السؤال البريء اللي بدنا لا جد والله شيء بريء الواحد كيف الواحد بده يتخلص من هدول الناس يعني كيف بنحرج اقتلهم ايش في علم يرحمك الله انت شكلك بدك تخصفهم معلم لا جد انا وذاوت شوكر هاي هاي لولا لولي هو على شو اسمه عادي عادي شو الطريقه اللي الواحد عن جد عن جد يعني يوصل لهم مسج هدول الناس يعني يردعهم زي ما بيقولوا في يعني بهال الصفة السيئة أو الكريهة هاي شو ممكن؟ بده ينصحهم في البداية مفروض يعني يجرب إنه ينصح طب إذا هم ما فارقة معهم ما بس النصيحة بده يعني إذا ما فادت معهم النصيحة بده يبعد عنهم جد حبيبي نعم والله أحيانا لازم شو اسمه خليه يعني يلتدعوا يعني حسوا باللي عم يسووه ده كنا شغل احكي لك قصه حاج قال له احنا قطعنا على الصبره يعني هي بت شو اسمه قريبه هي بتضحك شوي مش صلبطه ايه بس كان ايام هلا ان شاء الله يكونوا عم يضربوني الشباب اللي كانوا معي بالجامعه
كنت دائما نطلب عشاء من مطعم برجر وهيك ايه فالوجبه بتيجي تبع بطاطا وبيبسي بتكون اغلى من السندويش لحاله. طيب شو بدكم؟ سندويش كذا سندويش كذا. طبعا بدي اطلب بطاطا وبيبسي، حدا بده؟ لا 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 تمام بطاطا بيبسي. كل ما بجيب بطاطا بتثبطوا عليها الخمسه بنطوا ايوه وهذا بيطلع لي بطاطاي يمكن بالاخر. يا حرام كل طلبه كل طلبه بالاخر اخر شاب حدا بده بطاطا؟ لا 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 طيب خمسه بطاطا خمسه عصير لانه خلص ما صح صح ما بدهم يدفعوا بس بده يدوق من عندي شوي وين بتلاقي بيطلع اي والله طيب البطاطا بلش يا معلم. بقول لك هي اشكال الصلبطه كثير ترى او الاستغلال كثير لها اوجه يعني عرفت كيف على مستوى الشخصي وعلى مستوى الجماعي وعلى مستوى هي بقول لك صفه كريهه بالانسان بس كيف الواحد بده يتخلص منها يعني في اكثر من طريقه صراحه انا بتخيل منها يعني فيك مثلا انت اليوم تحكي بشكل مباشر زي ما حكى وليد يمكن نصيحه ما نصيحه مباشر ممكن مثلا ممكن يعني على انفراد وعم يكونش انه الفضيحه النصيحه قدام الناس فضيحه انه على انفراد اذا كان هو يتقبل النصيحه ماشي هلا في ينكر الانسان ولا لا يعني انا ما مو قصدي الى اخره انا بكونش هيك بس بضطر الواحد يعني في يبرر طيب يعني طيب الكب كيك طيب رائع اها صحتين رائع. لا لا والله بس اكمل انا عارف كيف هاي طريقه شو في كمان شغله ثانيه ممكن انا سؤالك بدي انظر له من زاويتين كمان طبعا الزاويه الاولى الزاويه الاولى كيف بدي احل هالمشكله اذا انا اكتشفت انه فلان صلبطجي فانا بدي احكم بالبدايه صح بشكل صحيح عشان انا ما احرم نفسي انه اعمل خير مرات هالشخص بيكون محتاج فعلا ومش صلبطجي طلبني في خدمه فبدي اميز بين الشخص اللي بيستغلني وبين الشخص اللي احتاجني مره او مرتين تمام ماشي الحال معك معك فهي نقطة تمام لما أميز هذا الشخص أنه صلبطجي لا ساعتها أنا لازم أحط له حدود وأوقفه عند حده حلو كيف بطريقة مباشرة بس هاي كذا ثالث أو رابع مرة بتطلب مني بالطريقة الفلانية وخلص مباشر عارف ليش عشان هو ينتبه على نفسه هسا إذا كنت أنا صلبطجي كيف لازم أحل المشكلة بدي أكتشف ما أنا أني صلبطجي مرضو أنا لازم أقيم نفسي تقييم واقعي صح ولا لا ممكن أنا مش حاسس ممكن هذا الشخص صلبطجي مش حاسس قلت لك جزء من الصلبطة بيكون تعال يا إياد وعن معنا ما خلنا نسمع فهو ينتبه لنفسه الإنسان لازم يراجع نفسه ويقيم سلوكه مزبوط وبعدين إذا شاف حس فعلا أنه أنا بغلط والله أنا أخذت من أبو الوليد مثلا كذا مرة تلفونه إيه وما مش منطق لا بشحن تلفوني فلازم الانسان يكون عنده طبعا احنا بنحكي عن التليفون بشكل عام نحكي باشياء كثيره مختلفه بس الواحد انا اعطيكم مثال احيانا بيكون الاسلوب مباشر جيد احيانا انك تحسس الزلمه كيف شعور الاخرين او شعوره هو لما حد يتصلبط عليه يتحطه بنفس الموقف هو بيحطك فيه مو ضروري تكون صلبطج يعني بس احيانا شو بصير مثلا عندنا واحد كان صاحب دائما كل ما هذا يلا واحد بيدفع خلاص ما بيعود يعني بيدفع مثلا على الكل بيجوا صار هو ما بيحكي شيء انه خلاص مو دفعت انت خلاص انتهى الموضوع انتهى الموضوع فمرة شو سوينا فيه يعني اليوم عازمنا مثلا عصوم ايه عصوم يتفاجأ ايش في هذا والله عصوم عازمنا بنطلب اكل يلا عصوم ادفع ايوه هون بقى بحس انه هذا شباب انا ما معي هذا دبر حالك معلم هلا جميل هذا والله يلا خليك معنا اياد بابا خليك معنا الكب كيك روعه يا جماعه صح وانا ترى شوف هل ممكن تحسسه بالهذا بيكون يعني ممكن يكون الصلبطجي او الاستغلالي بخيل برضه طبعا هذا التوفير هن الصفتين مرتبطات على فكره يعني هم في ناس مثلا بحكي لك انه هي التوفير بس في هذه بتكون بخل يعني بخل مع شويه كذب صح ايوه للاسف يعني انا ما معي حج باختصار البخيل اكيد صلبطجي تماما او صلبطجي اكيد بخيل واحيانا مثل ما قال مراد بيكون عن جد محتاج فعايش حياته على الصلبطة يعني ما معه ما عنده مورد دخل او شيء فدائما بيتصلب بس خطا يعني مش مبرر لازم يصحح سلوكه الاصل تحسبهم اغنياء من التعفف يكون عنده حسابات نفس صح صح عارف كيف ولا مشان سمعته يعني احنا بنقدر ظروف الكل صح والله يرزقه بس ولكن مو حلو دائما تكون انت عالي على الاخرين صح حتى انا مره قريت حديث صحيح انه الرسول صلى الله عليه وسلم نبه انه ما تسال الناس حاجه عليه الصلاه والسلام حتى لو وقع الصوت تبعك اللي انت على الخيل او شيء كذا انك لا تقول له حد جيب لي اياه انت انزل جيبه يعني بس ما نذكر النص فانه ما تسال الناس حاجه ما تسال الناس اي شيء
في عزة نفس، ومثل ما قلت الآية اللي هي لا يسألون الناس إلحافة، تحسبهم أغنياء من التعفف. والله هذا المثل الحديث أول مرة، مش هذا التعفف في قصة اللي قبل طبعا هذا طبعا أول مرة بجيب لك يا إن شاء الله الحديث يعني شاء الله. فعلا هي صفة مقيتة موجودة عند كتير ناس للأسف، وقلت لك أشكالها مختلفة. في ناس بتركن وبتعتمد وأحيانا حتى يعني بيكون بعض الناس عندها شيء من العطاء والجود والكرم، بتحب أن يقدر الناس هذا الشيء بإمكانياتهم. صحيح. يعني أن لا يكون العطاء من طرف واحد فقط، حتى صحيح. لو يعطي لله عز وجل، عارف كيف؟ صحيح. ويعني ولا يطلب من الناس الشكر، عارف كيف؟ نعم. ومع ذلك بشوف إنه كمان فوق هذا العطاء بيشعر بإنه الآخر عم بيستغله فعلاً، عارف كيف؟ بالضبط، ما يسمح لنفسه يكون فريسي. يعني حتى لو هو كريم ومعطاء. يكون مزعج، في ناس بيكبتوا حتى مزعج، في ناس بيعتزلوا حتى العلاقات الشخصية صحيح. والاجتماعية صحيح. من وراء. طبعاً هاي طبعاً لما تحس إنه إنسان فعلاً نازل يستنزفك بالزبط. يستنزفك بالزبط. خلاص يعني حتى بالزبط. توصل لدرجة إنه مثلاً تسأل فلان موجود أنا مش جاي هلا بده بجاي مو ما بالضبط يا رجل حتى يا رجل يعني حتى وصلت لبعض الناس بصراحة، أنا بعرف بعض الناس وبقول للأسف هذا يعني موجود ما بدنا نعمم إنه حتى لما كان يجي يتصدق ويعطي للناس فيعرف فلان وفلان انه هذا الرجال صاحب يعني ايادي بيضاء ينهال عليه وكانه هو عباره عن بئر، عرفت كيف، من الاموال والعياذ بالله. صح صحيح. وبالتالي بطريقه عجيبه وقد يتخللها كمان استغلال احيانا، مش بس مجرد عرفت كيف، بطريقه جدا مزعجه تؤدي به الى انه يعني يعيد حساباته وطريقه طريقه تصدقه بالمال، عرفت كيف. نعم. صحيح. فيعني ان شاء الله انه هيك يعني ربنا يجيرنا من هاي الصفات السيئه ويش في الناس افضل يعني عادي ولكنها مش شيء لا مش طبعا انما الخلق بالتخلق على الصوم الله عليك والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والعركيف اليوم انت شو بتعود نفسك لانه حتى ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اذا هو قادر على التغيير عرفت شلون يعني ما حد يقول والله انا خلقني هيك انا خلقت هيك انا خلقت بخيل انا خلقت من استغلالي انا خلقت مش عارف كذا لا 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 عرفت كيف انت قادر على ان تغير هذه الصفات عرفت شلون صحيح سواء كانت لا قدر الله يعني سلبيه او حولتها ايجابيه او كانت ايجابيه حولتها سلبيه بس انت قادر فالقرار عندك عرفت كيف وبفيك تدرب حالك وفيك يعني تبرمج نفسك على اشياء كثيره مثل ما تبرمج حالك للاستيقاظ في اوقات معينه تبرمج حالك على اخذ دوره اذا طبعا في كل المجالات عرفت كيف في ناس كانت عندها سلوكيات وعندها تصرفات في حياتيه عاديه صعبه جدا ولا يمكن يغيرها هذا عرفت كيف هذا طول عمره سيارته وسخه نظيفه نظيفه تقول ولا يمكن تغيب عنه سنة ترجع تقول الله أكبر كل ما يجي واحد يدو انتبه خلص قرار إنه هذا كذا هذا بيته هيك هذا مش عارف تعامله مع الآخرين هيك دائما هذا في ناس تعامله دائما صوته عالي بيكون صراخ بيكون باور كتير عالي لا تدرب حالك إنك تحكي بهدوء صحيح حتى اللي بيجي يقولك مرات كنت أنا زمان أنت أنا عصبي هيك إحنا كل عائلتنا معصبين عصبيين لا عمي أنا أخلق لا حبيبي لا 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 عارف كيف حتى في منهج نبوي لما تغضب عرفت كيف يجب انك تغير تقوم من مكانك اي نعم او اذا كنت واقف تجلس او اذا كان و تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تتوضا يعني في طريقه خلينا نسمي مثل ما انت بتروح بتعالج اي شيء عضوي صحيح. كسر اصبع كسر ايد جروح الى اخره حتى النفسي بتعالج نعم كل شيء بتعالج عرفت كيف لكن ان ينتبه صحيح. الانسان وينتبه انه يدخل في الحرام يصلبط يخاف يدخل في الحرام طبعا اللي هو الكذب زي ما حكيت ما اخذ بسيف الحياء وعرف كيف والبخل اللي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم البخل فالله يعيننا من هاي الصفات اللهم امين بدنا نسمع شيء طعم لكم كب كيك بدنا نسمع شيء صراحه بدناش تروحوا هيك يعني على البلوشي حلو فعلا تغنوا شيء حلو لذلك فبس بالضبط والحلو للحلو فشوفي عندنا هيك شيء حلو انا بصراحه قبل كم يوم كنت حاب اسمع اغنيه بس هي طويله بس ناخذ شوي مقاطع منها يا ليلى دانا يا دانا ابو شريف الوصله الخفيف خفيف تذكرها وهي مع الايقاع كما بيعطيها هو بعرف انا انه عشان نعم انا عندي اغنيه
بس يخلص ابو الشريف اذا معنا وقت الايقاعات الخليجيه انت لا 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 رامت ابو البر صحيح ابو البر ابو البر مواليد الكويت تفضل تفضل الله يستر يلا رحتوا فيها ابو البر تفضل اخي خفيف خفيف غني معنا اخي تفضل يلا اعطيني طبق طيب اعطيني طبق اعمل اي شيء ها حلو يلا مين حافظ الكلام يا ليلى دانيال نعم اه اه يلا 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 هي ايش هي بتبلش رست هي بتبلش ترام مش موجود كلماتها مش موجوده اه هلا بطلع لك اياها ولو انا بجيب النت صح طيب اصحى يا نايم واحد الدايم اصحى يا نايم غني معانا يا اخي اياد ماله اياد بدنا نام شوي خفيف اياد لا بدنا نغني هيك يا ليلى دان حلو الطبقه هاي يا ليلى دان يا لدان دانا بالنسبه يا ليلى دان لدان يلا سوا يا واحد يا ليلى دان يا لدان دانا يا ليلى دان يا لدان دانا سوا يا مركب يا ليتني كنت ربانا يا مركب الهند يا مدجنين يا ليتني كنت ربانا هيلا 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 برافو برافو وتعبنا وزهقنا شو هالحاله
طيب احنا انا بدي استاذن بس انه يا سيدي لا فضه فوقكم. هذا فضه فوق انت والله حلوه حلوه كثير اللمسات هاي. اي نعم الجيران صاروا يطلعوا من الشبابيك وحابين يقعدوا معنا. مراد احنا وطالعين هلا ندير باك الطماطم بس. لا 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 بالعكس الجيران الجيران عم بيقولنا دخيلكم يعني خلينا نجي نحضر يعني مرات الجاي بنصير نستضيف بعض الناس. جميل اذا هيك من جيراننا وحبايبنا انه عمي والله عم يعني عم بنحب نجي عم نشارك او بنحب نجي جيبوها مين عوالي لما بتكون حلوه كذا ف موصل بطجي زي موصل فلا لا موصل بطجي لا بنجيب ناس اوادم ان شاء الله بس جيبوهم معهم رصيد وحو اكل معهم عشاء غدا شيء خلاص باذن الله. والله شرفتونا واهلا وسهلا فيكم حياكم والله خليكم. والله بصراحه القعده بدون جنا هيك كئيب شوي صح ناصر هيك حس لطيف خلاص ابشر عليكم ابشر حياك الله شرفت شرفت دائما ان شاء الله بيتعامل والله شرفتوك يا مرحبا حياكم الله شرفتوك. السلام عليكم وسهلا بارك الله فيك كل عام وانتم بخير. سيارتك بس دبس مشوار في الكراج هذا معلم ولا يمكن يطيب من ايش المره هذا هذا صلبجي هذا صلبجي فور ايفر لا شوف هيها هيها لقاء اخي خفيف خفيف بالطريق برا ايرا توكع الله توكع الله سلام كسرتها الله معك حياك الله يلا وكل ماشي يا حب شو هيك لا لا خلص بعد مش هيك الصلبطه يا زلمه مش هيك يا زلمه مش هيك الصلبطه مش هيك شو بدنا نتعشى هلا اخذ حتى كل شيء كب كيك خلص سيدي هالمره الثانيه اذا اجى عرفكي لا اذا اجى اذا اجى يجي فاضيه او ما نعطي حلويات ما نقدم له حلويات لا بس لازم برضه راح يعمل اصلا بتقطع حدا لا 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 انا بره بدك شي مساعده سمعت على اسمي او شيء لا لا بحكي على مراد والله بدون اسماء استنى استنى تفضل ايش فيه تصب لبراء السياره لا ايه يا حبيبي تعال يا زلمه لا لا شو هالضيف هذا الضيف يشرشوح ايش هذا بس كاسه بس كاسه ونتواصل بالمحبة نتواصل نتواصل عالخير الحكي بيضل وبنعطيك الخلاصة يابا وبنعطيك الخلاصة يا بطابن باللولان